بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم مرشح الدائرة الثالثة سعد بن ثقل العجمي. انتهينا قبل قليل من التسجيل للترشح لهذه الانتخابات التي نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا فيها الخير والخيرة، فليست معركة خالصة أو كما يعبر بعضهم بين حق وباطل، لا والله، فنعلم من أطراف هذا الصراع لسنا طرفا في هذا الصراع. ولا تدخلوا البلد في صراعكم، ولا تضيعوا مستقبل الشباب في صراعكم على السلطة. فالتعليم والصحة والإسكان والشوارع لا دخل لها في تولي فلان أو منازعة فلان له، ولا دخل لها في استخدام النواب واستخدام المرشحين في هذا الصراع الغبي الذي مر علينا في السنوات الماضية، صراع لا يختلف عنه وانجر له الأطراف وانجرت المعارضة غبية كما انجرت في السابق. لسنا طرفا في هذا الأمر ولسنا طرفا في الصراع. نحن نمثل الأمة بشتى طوائفها وقبائلها وأحرارها ورجالها ونسائها. إن الحصاة التي تتطاير من شوارع الفساد التي تولاها مقاول فاسد، عينته شركة فاسدة بتواطؤ من فاسدين، حينما تهشم زجاج سيارتك لن تسأل عن اسم عائلتك ولا عراقة قبيلتك ولا نوع طائفتك، بل ستضرب سيارتك، ولا قدر الله يكون معك أحد أطفالك فتصيبه بسوء. وهذا شعار حملة الانتخابية: الفساد لا يفرق بيننا، فلنتوحد على مواجهته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.